التذكرة أسعارها راح تكون الدرجة المواحدة 100 ريال للأفراد، وفي قطع عوائل كلها ب 100 ريال. الدرجة الفضي اللي هي في الدرجة الأولى عاد الأفراد راح تكون 300 ريال. الدرجة الذهبية اللي أفراد أو عائلات راح تكون التذكرة ب 750 ريال. عدد التذاكر هتكون محدود، حوالي تكون يمكن 1000 تذكرة و 1500 تذكرة. هي الأفراد راح تكون اللي هي الدرجة أعلى درجة في الملعب راح تكون ب 1250 ريال. طبعا هي يكون في أشياء، في بوفيه ومش عارف، وفي خدمة ضيافة، يعني ما هي يعني الموحدة هو مقعد، الفضي في شوية سيرفس مشروبات أعتقد، الذهبي والرول أعتقد يعني فيها قصة كأنك طالع مطعم مع العائلة. فحسبنا التوتال كامل ممكن تدخل، وجدنا أن الدرجة الموحدة راح حوالي مليون ريال لنادي الاتحاد، والدرجة الفضية راح يكون دخلها 900 ألف ريال، والدرجة الذهبية اللي هي أفراد وعائلات تقترب من مليون ريال، والرويال أفراد يمكنها توصل مليون. فحسبناها تقريبا يعني الاتحاد يمكن يقدر يدخل من 3-4 مليون ريال من هذه المباراة، يعني ممكن حتى الجمهور يعتبرها نوع من الدعم للإدارة، خاصة الآن يعني ينطلق بقوة نحو المنافسة بطولة الدوري. فوسط هذا الإطار، فبالتالي نرجع نكرر أنه تذاكر مباراة الديربي بين الاتحاد ولا تطرح غدا الساعة 12 الظهر، يعني قبل حوالي 36 ساعة من انطلاق المواجهة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.